بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أحوجنا إلى الافتقار إلى الله عز وجل، وكلنا نحتاج إليه سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أي يا أيها الناس أنتم لا تملكون لأنفسكم ضرا ولا نفعا، بل الأمر كله لله عز وجل، فالله عز وجل هو الغني غنى مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال أهل العلم: الفقر الحقيقي أن لا تكون لنفسك في شيء من الأمور طرفة عين أبدا، وأن تكون جميعك بذراتك لله عز وجل وحده. وهذا الأمر الافتقار إلى الله عز وجل يقوم على أمرين عظيمين. أما الأول وهو إدراك عظمة الله عز وجل، والثاني إدراك ضعف المخلوق وعجزه. أما الأمر الأول فهو إدراك عظمة الله عز وجل، وذلك من خلال التفكر في مخلوقاته. يقول ربنا جل في علاه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. تأمل في هذه الآية العظيمة، وتأمل في نفسك، أين أنت من هذه الأرض الواسعة المتباعدة الأطراف؟ ثم تأمل في هذه السماء التي فوقك، وهذه السماء الدنيا تراها ولا تحيط بها، لا تعلم أين بدايتها وأين نهايتها، فما بالك بالسماء الثانية والثالثة إلى أن تصل إلى 7 سماوات. ثم تأمل عندما تكون هذه السماوات والأرض، تكون الأرض قبضته سبحانه وتعالى، وتكون السماوات مطويات بيمينه، أين أنت من هذه الأرض ومن هذه السماوات؟ وهذه الآية تورث العبد تعظيما لله عز وجل. وأما الأمر الثاني وهو إدراك ضعف المخلوق وعجزه، تفكر في نفسك فقط ولا تتعداها قبل أن تخرج إلى الكون الفسيح. يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفكر في نفسك، أين كنت قبل 100 عام؟ كنت عدما، كنت نسيا منسيا، لم تكن شيء. من الذي أوجدك وجعلك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخ فيك الروح؟ من الذي شق بصرك وشق سمعك ودب الحياة في جسمك؟ إنه الله عز وجل، وأنت في بطن أمك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، الله جل جلاله هو الذي أذن أن تكون مخلوقا إنسانا حيا، ثم أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيء، هو الذي سخر لك الحواس لكي تتعلم إلى أن أصبحت رجلا وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. ومن علامات الافتقار إلى الله عز وجل تمام الذل لله عز وجل مع تمام المحبة. قد يقهرك شخص ويسيطر عليك بقوته وسلطانه ولكنك تكرهه، وقد تحب شخصا ولا تخضع له، ولكن الله عز وجل وحده هو من يجتمع فيه الأمرين جميعا، تمام الذل والانكسار وتمام المحبة. ومن علامات الافتقار إلى الله عز وجل التعلق بالله عز وجل وبمحبوباته. لا تتعلق بمخلوق يفنى، بل تعلق بالحي الدائم. يقول ربنا جل في علاه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا تعلقت بالله عز وجل فإنه دائم لا يفنى ولا يموت سبحانه وتعالى. ومن علامات الافتقار إلى الله عز وجل الخوف والوجل من عدم قبول العمل. نعم، يحسن الظن الإنسان بربه أنه يتقبل عباداته ويتقبل صلاته وصيامه، ولكن لا يعجب بنفسه، بل يبقى خائفا من رد عمله. يقول ربنا جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى العبد
أن يفتقر إلى الله عز وجل في جميع شؤونه. ومن أعظم المواقف والمشاهد التي تجلي هذه الحقيقة هو الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، ولا وخصوصا في السجود، عندما يطأطئ العبد رأسه وهو أشرف عضو في جسمه، يطأطئه ويركع ويسجد لله عز وجل تعظيما وانكسارا وذلا لمولاه عز وجل. وهذه لا تفعل إلا لله عز وجل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، ولا سيما إذا كان في جوف الليل عندما تتنزل الرحمة الإلهية وينزل ربنا عز وجل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. ختاما، على العبد أن يخلو بنفسه ويخلو بربه، ينكسر بين يديه، يتذلل بين يديه، يطلبه، يسأله، يستغفره، يسبحه، يأنس بقربه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.